لقاء غلب عليه طابع البساطة والاهتمام في قاعة الاجتماعات في فندق نوتردام في القدس. شارك المطران ويليام الشومالي في اجتماع ضم وفدا أوروبيا أغلبهم أعضاء في البرلمان الأوروبي مساء يوم الثلاثاء 21 تموز. وبالرغم من أن عدد أفراد الوفد لم يتجاوز 10 أشخاص إلا أنهم يتبوؤون مواقع مهمة في بلادهم. علينا أن ننظر إلى الوضع بطريقة عامة جدا، وأعتقد أنه ينبغي علينا أن نولي اهتماما أكبر إلى ما تمر به المنطقة. نحن نواجه زمنا جديدا بالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية. لدينا تهديد جديد يتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لا يؤثر على إسرائيل وفلسطين والدول المجاورة فحسب، بل يؤثر على أوروبا أيضا. كان لدينا اجتماع مثير جدا للاهتمام مع مسؤولين إسرائيليين وسياسيين عرب، وعلينا ألا نصمت أو نراقب الوضع فقط، بل يجب علينا أن نحاول فعلا تحقيق الأمان وبناء نوع جديد من النظام والاستقرار. ناقش المشاركون في الاجتماع عدة مواضيع ذات صلة بالتحديات التي تواجه المسيحيين في الأراضي المقدسة، واستمع الوفد الزائر باهتمام بالغ لكل الأفكار التي كانت موضع نقاش. من الصعب أن أقول شيئاً، أعتقد بالفعل أن الوضع سيء، لكن بعد ساعة من النقاش لابد لي أن أقول بحذر أن ما أعرفه وبالتأكيد وما لدي من انطباع هو أن حل هذه المشكلة القديمة التي تواجه الإسرائيليين والفلسطينيين والمسيحيين واليهود والمسلمين من وجهة نظري لن يكون ممكنا بدون نوع من المصالحة والمساعدة من الخارج. وفي نهاية اللقاء شكر المطران ويليام الشومالي أعضاء الوفد على حضورهم واهتمامهم الكبير. كان وفد بيمثل أعضاء برلمان من مالطا، نمسا، إيطاليا وإسبانيا، من أحزاب مختلفة، منفتحين، كانوا يرغبوا في معرفة أوضاعنا كعرب ومسيحيين وفلسطينيين في هذه الأرض المقدسة. أصغوا إلنا، عندهم خبرة جيدة في الديمقراطية، سمعوا لنا وتحدثنا معهم خصوصا عن موضوع المدارس في إسرائيل، مدارس الأهلية. تحدثنا معهم عن موضوع إكرت وبرعم، القريتين اللي هجروا أصحابها. تحدثنا معهم عن موضوع وادي كرميزان والسور الذي سيبنى، وتحدثنا معهم أيضا عن الأعمال اللي بيقوم فيها من حرق ونهب أعضاء في حركة تدفيع الثمن برايس تاج.